السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا بكم سادتي الأكارم وحلقة جديدة بعد المنتصف، معي أنا أحمد الطيب عبر قناة الرشيد الفضائية. أتشرف في هذه الحلقة سادتي الأحبة أن أناقش وأحاور ضيفين كريمين عزيزين محترمين، نتحدث حقيقة بجوانب مهمة جدا جدا وهي قطاع الصحة والبيئة. أتشرف أن يكون معنا في هذا الحوار معالي وزير البيئة وكالة الدكتور جاسم الفلاحي ضيفا كريما. رمضان مبارك دكتور. رمضان مبارك. حياكم الله وبياك. الله يحفظك دكتور. جميلة. حياكم الله. وأيضا مع نقيب الأطباء العراقيين الدكتور جاسم العزاوي ضيفا كريما. دكتور جاسم حياك الله. رمضان مبارك. السلام عليك وعلى ضيوفكم الكريم وعلى أخي وعزيزي. الله يديمك دكتورنا العزيز. الله يحفظك. دكتور عزاوي أغاتي بغدادية، هذا المكان يذكرك ببغداد؟ أكيد. هاي البحيرة هاي الجديات. أكيد أكيد نفس بغدادي حقيقي، نفس يعني به كل المواصفات اللي نتمناها. نتمنى أن تدام هذه الخضرة الجميلة. نعم. وأن تعمم على جوانب العراق الأخرى حتى نبقى نستنشق الهواء النقي. نعم. اللي بالحقيقة قد يكون نفتقده في أماكن أخرى. نعم. بارك الله بكم على هذا الموضوع. الله يحفظ الدكتور عزاوي. معالي الوزير، بداية غير تقليدية، لمن تشتاق؟ اشتاق لأجواء بغداد القديمة حقيقة، اللي نشم بيها عبق التاريخ، نشم بيها رائحة الأصالة والمروءة وطبيعة العراقيين الطيبة، خصوصا في أجواء شهر رمضان الفضيل. طبعا بالتأكيد كنا نحمل ذكريات طفولتنا سواء كنا في مناطق ريفية أو في مناطق حضرية، لكن أتمنى حقيقة أن تستعيد بغداد ألقها، والحمد لله والشكر أنا واثق تماما بأن بغداد تمتلك إرث غير تقليدي على الإطلاق، وبغداد ما زالت مدينة كل يوم تغير جديدها وتبرز. أنا مسرور جدا أكون بهذا المكان حقيقة، ينقلني إلى يعني إلى آفاق ولا ذكريات كبيرة. هذا متنفس بغدادي جميل، أتمنى إن شاء الله ما تمتد إلى أيادي العبث والاعتداءات الجائرة. أتمنى إن شاء الله أن نشوف الخضرة تعلو كل مناطق بغداد وأن تستعيد بغداد رئتها اللي تتنفس منها إن شاء الله. مع الوزير، عدا بغداد أكون إنسان تشتاق له؟ طبعا بالتأكيد. وهو يعني قد يكون مؤلم بالنسبة لي أنا أحكي لك. مؤلم. أعانك الله. شكرا الله. أعانك الله. إحنا نقول فقد الأحبة مؤلم جدا دكتور. 2015 معالي الوزير جئت إلى بغداد في مهمة وكتواجد رسمي حقيقة. كيف رأيت بغداد على المستوى البيئي 2015؟ طبعا تعرف حضرتك يعني هي رحلة اغتراب ابتدأت من تسعينات القرن الماضي، وبصراحة كانت ظروف الدراسة وإكمال دراساتي واستمرت طبعا بعدها، والحمد بفضل الله أصبح عندي أطفال ولدوا خارج لكن ما زالوا يحملون جينات محبتهم لبلدهم وللعراق. طبعا أنا رجعت لبلدي، أنا رجعت بكل اندفاع، يعني أنا رجعت برغبة صادقة وكنت أطمح لأن أقدم ما أستطيع وفاء، ويمكن هذا الكلام كثيرين يقولوه لكن أنا صادق، لأنه بعد يعني أكثر من 30 سنة غربة في خارج العراق ما أعتقد إنسان يرجع حتى يبدأ من جديد. إحنا بدأنا وأسسنا خارج، لكن بصراحة كنت أعتقد بأنه عندي رؤية وعندي طموح وعندي مشروع معين. أما كيف وجدت البيئة العراقية، لا يخفى على حضرتك بأنه لم أكن بعيدا تماما عن أجواء العراق، كنت نعيش العراق. يمكن كل شخص عراقي مغترب خارج العراق يعيش العراق أكثر حتى من الذين يعيشون بداخله، لأن إرهاصات الحياة اليومية وما يواجهون من مشاكل وصعاب في بعض الأحيان يجعلهم غير قادرين على التقاط أو التقاط لحظة واحدة للتفكير فيما يواجهونه، لكن الخارج ينظر للرؤية وللصورة الكاملة. بالتأكيد أنا وجدت واقع بيئي صعب وما زال، والتحدي كبير. عقود من الحروب وعدم الاستقرار أثرت ليس فقط على البنية التحتية، أثرت على الإنسان وأثرت على بيئته. وبالتأكيد ما نعانيه اليوم هو تراكمات سنين. يمكن كثير ناس يحكون بأنه شماعة ورثنا تركة ثقيلة، ولكن فعلا حقيقة سؤالك في محله، نحن نعاني من تحديات كبيرة على مستوى البيئة. والمشكلة حقيقة أنه مفهوم البيئة في العراق هو مفهوم لحد هذه اللحظة غير واضح بالنسبة لكثيرين حتى على مستوى أصحاب القرار. البيئة هي ليست النفايات أو الزبالة مثل ما يقولون، البيئة مفهوم شامل، هي أسلوب حياة. هذا النظام البيئي اللي نعيشه اللي يشمل كل ما بي كل ما بي. وأقول لحضرتك يمكن واحدة من أهم النقاط الفارقة اللي جعلت الناس تفكر جدياً بما يسمى بالانفيرمنتال هيلث أو بالصحة البيئية،
هو ارتباطها المباشر بالصحة العامة. اليوم كوفيد 19 أثبت بشكل قاطع، وأنا معي نقيبي وأستاذي دكتور جاسم يعلم تماما ما مدى تأثير الظروف البيئية والتلوث البيئي والتحدي البيئي والصحة البيئية، تأثيرها المباشر على الصحة العامة. راح أقول لحضرتك شيء، وهذا المثال أمس وأول أمس وقبله، نحن اليوم في أيام العواصف الغبارية والترابية. أحسن. تعرف حضرتك إحنا عندنا أكثر من 100 يوم في العراق عواصف غبارية وترابية، واحد من أهم أسبابها الكبيرة هو انعطام الغطاء النباتي. هذا الغطاء النباتي اليوم أنا فرحت، لأن ما زالت هذه المنطقة لم تد إليها أيدي العبث، على مدى كيلومترات من هنا أزيلت بساتين كانت تمثل رئة للمجتمع البغدادي. هذه العواصف الغبارية والترابية تأثيرها ليس فقط على الأحوال الجوية، على تصدير النفط، على حركة الملاحة الجوية أو البحرية أو البرية، لكن تأثيرها الأبرز هو على القطاع الصحي. تعرف غرف الطوارئ عشرات المليارات من الدنانير في كل يوم مغبر احنا نخسرها في غرف الطوارئ في المستشفيات، بالإضافة إلى الضغط الكبير على النظام الصحي اللي يعاني من تحديات جدية أخرى، وبالنتيجة يمكن تدافع أعداد كبيرة من الناس اللي يعانون من أمراض الحساسية والربو وأمراض الجهاز التنفسي. إذا ما استثمرنا بشكل صحيح في القطاع البيئي، نحن نستثمر في الصحة العامة. يعني إذا ما كان هنالك توجه جدي، وأنا أعرف ظروف البلد هنالك أولويات، لكن ثق الأولوية أنه نحن لا نزيد ميزانية الصحة العامة بقدر ما نخصص جزء من هذه الموازنة لإنشاء أحزمة خضراء في مناطق الهوت سبوت اللي هي المناطق التي تخرج منها مثل هذه العواصف، وبالنتيجة استراتيجيا سوف تستثمر بالصحة العامة. وهكذا بالنسبة لتلوث المياه ولتلوث الهواء وانعكاساته، أنا أؤمن بأنه يجب أن تكون هنالك إدارة متكاملة. النظام البيئي في العراق هو النظام الأشمل لكل الأنظمة الأخرى، النظام الصحي، النظام التعليمي، الصناعة، الكهرباء، الطاقة، النفط، و هذا يجب أن تتعامل بمنظومة يسمى integrated management أو الإدارة المتكاملة. جنابك سبقتني على موضوع العواصف الترابية وهاي الموجات الغبارية اللي نعيشها ونشهدها. إحنا أمام موجات غبارية على ضوء أنا أسميها المهزلة حقيقة اللي نشوفها. شقد إحنا أمام موجات أكثر غبارية قبل لا أتحول للدكتور المحترم الدكتور نعم الزاوة. شكرا من رخصة الدكتور جاسم، صراحة هذا موضوع مهم. أي. أنا أعتقد حضرتك لازم إحنا من نتكلم بعلمية وبمنطقية. نعم. ما سميته حضرتك بتحدي كبير، العراق يعاني من تحدي كبير جدا يسمى تحدي الجفاف. نحن اليوم في منطقة تطرف مناخي، ومصنفين بأننا الأول بالعالم تأثرا في موضوع التغيرات المناخية. وموضوع التغيرات المناخية هو ليس فقط ارتفاع في درجات الحرارة، موضوع التغيرات المناخية يعني الجفاف، يعني تدهور الأراضي، يعني ازدياد معدلات التصحر، يعني تقلص الرقعة الزراعية، يعني عدم وجود أمن مائي نتيجة لتراجع إيراداتنا المائية من دول المنبع، يعني قلة بالتساقط المطري. نعم. وهذا موضوع أساسي ومهم، يعني زيادة في الحاجة إلى الطاقة خصوصا في أشهر الصيف القائض، الدرجات الحرارة سجلت أكثر من 50 مئوية، بل أكثر من 55 مئوية. نعم. مدينة الناصرية في العالم كله سجلت 10 أعلى مواقع حرارة بالعالم، 4 منها في مدينة الناصرية حتى تعلم حضرتك. والسبب الحقيقي لهذا الازدياد المطرد في درجات الحرارة هو وجود أسباب تتعلق بالبنية التحتية، والسبب الأهم هو انعدام الغطاء النباتي. يمكن حضرتك لو تلاحظ صور الأقمار الصناعية في سبعينيات القرن الماضي، بغداد والمناطق المحيطة بها كانت فيها مناطق سوداء اللي هي المناطق الخضراء متنفس المناطق. اليوم إذا تأخذ صور للأقمار الصناعية تجد بأن بغداد مدينة غري إيريا، مدينة رمادية، لوجود اعتداءات جائرة على المناطق الخضراء في كل منطقة بالتصميم الأساسي. الآن لما تروح للتصميم الأساسي في أمانة بغداد مثلا، تلاقي بأن هذه المنطقة هي لمدرسة، هذه حتى وإن لم تقام متنفس ضمن الأحياء، هنا منطقة خضراء، الزوراء وضعت في مناطق التاجي، الطارمية، حزام بغداد، الدورة، هذه المناطق أساسا ضمن التصميم الأساسي للمدن كمتنفس لتقليل أحمال التلوث، لأن كل شجرة الآن تمتص ثاني أكسيد الكربون تخزنه في جذوعها وتطلق. إذن موضوع العواصف الغبارية هي نتيجة مباشرة لتأثير التغيرات المناخية، سيتعاظم تأثيرها وسيزداد تأثيرها بشكل كبير. نعم. خصوصا خلال عد لدينا سيناريوهات لعام 2050. تمام. ما لم تتخذ إجراءات
تثبيت التربة، وتثبيت التربة تأتي من طريقين. أولا إقامة واحات وأحزمة خضراء في مناطق التصحر، تعرفون الصحراء الغربية تأتينا من صحراء الربع الخالي، أوقات عابرة الحدود حتى من مناطق أفريقيا. ولذا أنا أعتقد بأنه هذا الموضوع، طبعا إحنا لدينا لجنة عليا للتصحر أتشرف برئاستها، لجنة أمر ديواني، إحنا نعمل من خلال لجان وطنية مع وزارة الزراعة، الموارد المائية، العلوم والتكنولوجيا، التعليم العالي، الجامعات، منظمات مجتمع مدني، التركيز على الشباب والنساء. الآن لدينا عمل مع منظمات المجتمع المدني بشكل ممتاز صراحة، وهذا العمل مع منظمات المجتمع المدني أثمر بشكل كبير. أنا مؤمن تماما بأنه إذا أردت أن تحقق إنجازا، خصوصا في ظل ما نواجه من تحديات جدية، أنا من أتكلم عن التغيرات المناخية موضوع طويل يمكن راح أتناول منه فقرات في هذا البرنامج، لكن أتكلم على أنه إذا أردنا أن نحقق إنجاز على صعيد مواجهة التحديات البيئية الحقيقية طبعا وغير البيئية، يجب إشراك، يجب أن نخلق قطاع خاص قادر ومتمكن ما أعطاء دور أكبر لمنظمات المجتمع المدني. دكتور عزاو حياك الله. حياك، تعطلنا عليك. حياك عزيزي، عذرنا. لا انسحرك. معذور إن شاء الله. ابشر، يسلم. حياك الله دكتورنا المحترم، نورتنا. أنا بالحقيقة مستمتع، هو مو وزير بيئة وإنما شاعر بيئة. الله طول عمرك. نعم. متحدث وأسهب بالحديث ونطانا صور بالحقيقة مو كلام، نطانا أشياء حقيقة أثارت في نفسنا. وقد تكون الأشياء اللي في بال أو ضمن قاموس وزارة البيئة وضمن قاموس معالي الوزير المحترم قد ما تتحقق، لأنه صارت بغداد عبارة عن تجاوزات. أنا أبداً ما متشائم، بس واقع الحال ينذر بخطر كبير جداً. مثل ما ذكر المعالي، المناطق الخضراء استبيحت. مو والله تو غيرها. جايك بسؤال الناس البسطاء، راح أسألك سؤال أبو كية. يلا. صار بكل رأس شارع حقيقة، يعني صار مكان الأطباء مع جل الاحترام والتقدير حال أي مول يفتتح. تمام. السؤال، أين دور نقابة الأطباء في تخطيط أو في اختيار الأماكن وفي متابعة تواجد هؤلاء الأطباء وفي أيضا نظام التسعيرة؟ دكتور تفضل. أولا حقيقة أنا أثني على ما حكى زميلي، وكلام جميل جدا. إحنا بالنسبة للبيئة بها شجون وإلها شؤون كثيرة يجب أن تؤخذ وأن تدرس وتوضع على الطاولة وبشكل كبير. إحنا عندنا تحديات ثلاثة بما يخص البيئة، تحديات عالمية، تحديات وطنية، وتحديات على المستوى الشخصي والعمل الشخصي لتطوير هذا البلد. هذا بلدنا بالحقيقة يحتاج شوية قلب شوية محروق عليه. أنت حضرتك سألته لمن تشتاق؟ أنا إجا أبادر إلى ذهني أشتاق للعراق، سواء كنت بالخارج أو كنت بداخل العراق. لما أكون بالخارج أشتاق إلى عراق الحالي، لما أكون داخل العراق أشتاق إلى عراق الماضي. السبب بيها إحنا مرينا بهاي الفترة الطويلة من العمر، الأمور تغيرت بشكل كبير من كل النواحي، من الناحية البيئية، من الناحية الشخصية، من الناحية العمرانية، وبها قضية عشوائية كبيرة نتمنى أن يعاد التنظيم إلى ما كان عليه سابقا. بما يخص زملائنا الأطباء، أولا شكوى عشوائية موجودة بالبلد سببها النظام الأساسي للبلد. تمام، هاي ما تقبل نقاش. جيد. لأن أنت عندما تسير في شارع مخالف للآخرين يتهموك بأمور كثيرة وقد يكون يحاربوك ويسوي لك مشاكل بهالنقطة. النقطة الثانية، هذا هو واقع بلدنا، هي عبارة عن شوارع وبنايات متخلفة وبها مجموعة من الناس اللي قد يكون بتجمعات تحتاج هاي الخدمة. أنا لما أريد أفتح مثلا في منطقة شعبية وين أروح؟ لازم أكون براس شارع، لازم أكون هاي البناية اللي هي هاي جزء من هاي المنطقة. هذا بالحقيقة يجبرنا بشكل كبير. إحنا نحاول قدر الأمكان أنه نجمع زملائنا بمجمعات طبية، وهذه المجمعات الطبية تكون منظمة من ناحية القطعة ومن ناحية البناية ومن ناحية الأجهزة اللي موجودة ومن ناحية التعاون بين الأطباء. وكجزء من هذا الأطباء ترى الكشفية مالتهم، خلي أقول هاي الحكاية، طبيب حتى يفتح عيادة عمره 36 سنة، من القراءة ومن الجهد ومن السهر ومن العذاب 36 سنة يقدر يفتح عيادة. هاي في العراق.
لأن أنت إذا تأخذ 24 سنة من الدراسة، هو بالحقيقة من هو طفل، من هو بالروضة، هو من النوع اللي يحب القراءة ويحب الدراسة، إلى أن يتخرج 24 سنة، تبقى عندك سنة إلى أن يعينوه الجماعة بحجة الموازنة. قانون التدرج الطبي يقول لك لازم يتعين مباشرة الخريج، الجماعة يقول لك إحنا ما مدخلي بالموازنة، لأن ماكو فكر يعتقد أنه يجب أن يوفر موازنة مستقبلية، يفكر أنه الموازنة تجي ضمن الحدود اللي هم راسميها كل سنة بسنتها. يعني أنا أعرف أنه بشهر السادس يتخرجون أطباء، أبقيهم قاعدين إلى شهر السادس السنة الثانية إلى أن تجي الموازنة الثانية، ما فكرت أنه أنا أضع لهم الموازنة اللي يحتاجوها. بعد هاي السنة، سنة اللي نسميها احنا سنة الاستراحة الإجبارية، اللي هي محاولة لمسح الفكر الطبي وكل ما جمع الطبيب، لأن هو الطبيب يبدي يجمع مجموعة من المعلومات ويراد أنه يأخذها سريريا وتدريبيا، فيحتاج أنه مباشرة أنه يدخل إلى المعترك الصحي. 3 سنوات من الدرجة الطبي، سنة من الإقامة، سنة من الانتظار، يدخل ذاك الوقت دراسات 5 سنوات، ورد 5 سنوات دراسات تخصص دقيق، يطلع عمره 36 سنة، يلا يفتح عيادة ويكون جديد ويسمى في ألسن الناس إنه هذا طبيب جديد توه متعلم متخرج الآن يشتغل. فالطبيب هاي المسافة اللي قاطعها وهذا الشوط، يعني حقه أنه يغلي السعر؟ مو يغلي السعر، أكو تسعيرة ما يتجاوز هو ممنوع. زين ليش تسعيرتنا تختلف عن إقليم كردستان؟ هناك الكشفية ب 15,000. وين أكو؟ لا أكو هنا، أنا عندك ب10. هاي أخذ النجف وكربلاء أعلى كشفية 15، أخذ ذيقار وأخذ ميسان كشفية بين 10 إلى 15 أو 5. زين عندك بغداد الكشفية المعدل العام، راح احنا نقفز على شغلة أخرى، المعدل العام 20-25 الأعلى، أما أكو مجموعة من الأطباء الموجودين في مناطق معينة الماكسيمم أعلى شيء هو 40، 41 هو مدان إذا أخذ. هذا هو قانون النقابة، 40 هنا مو لكل واحد، دول 5% من الأطباء بس، هي السمعة كلها تركز على هاي 40 وعلى دول النماذج اللي هم يأخذون كشفية أعلى أو هم يستغلون المريض وينسون أنه تقريبا 90% من الأطباء هم عياداتهم مفتوحة، يقدر واحد يجرب. يبقى هاي علما تكون 40% للطبيب اللي خدمته استشاري، بما معناه أخذ شهادة عليا بال36، تمام، بعد 15 سنة يلا يصير استشاري. شقد صار عمره؟ 50 سنة، 51 سنة، ورا ما يصير استشاري ذاك الوقت من حقه أن يأخذ الكشفية اللي هي 40، أما جوه هذا الموضوع وهو الماكسيما 25. شكرا جزيلا دكتور فلاحي. خليني أسأل جنابك، شقد إحنا المفروض الآن علميا عندنا مساحات خضراء متنفس، وشقد أخذت من جرف المناطق الـ يعني المتنفس هاي التجاوزات والمهزلة اللي نشوفه إذا كانت مهزلة عمرانية وصناعية وغيرها. أستاذ أحمد، بلا شك إحنا أمام تدهور كبير حقيقة في الأراضي، وقلقي الأكبر وقلق كل الأخوان المختصين خصوصا في موضوعة الأمن الغذائي هو تراجع المساحات الصالحة للزراعة. أقول لحضرتك شيء يؤسفني أن أقول، بأنه أكثر من 60% من مساحة الأراضي الزراعية، الأراضي التي كانت صالحة للزراعة، قد تراجعت وتدهورت، فقدنا أكثر من 60% من الأراضي الصالحة للزراعة. أنا لا أتكلم بلغة التشاؤم، أنا أعتقد بأنه للبلد أسس السيادة ليس أن تمتلك جيش قوي وهو مهم، وليس أن تمتلك أمن داخلي واستقرار سياسي واجتماعي، لكن أنا أعتقد اليوم، ويمكن حضرتك تعرف بأنه إحنا اليوم في خضم أزمة غذاء عالمية تصاعدت فيها الأسعار بشكل مطرد خصوصا بعد الحرب الأوكرانية الروسية، هو موضوعة الأمن الغذائي. الأمن الغذائي موضوع أساسي ومهم، تراجع المناطق الخضراء هو جزء من تراجع الأراضي. اليوم أصبحت اعتداءات جائرة على مناطق مصنفة بأنها جنسها زراعي. طبعا أود أن أشير إلى استجابة سريعة من دولة السيد رئيس مجلس الوزراء، احنا كتبنا إلى مجلس الوزراء الموقر بإيقاف الاعتداءات الجائرة على المساحات الخضراء. أنا يألمني ويعصر قلبي لما تروح تشوف إلى مناطق الدورة وحزام بغداد والبعيثة اللي جرفت هاي البساتين اللي كانت ليس فقط سلة غذائية
وإنما كانت متنفس لأهل بغداد، تقلل أحمال التلوث في مدينة وصل عدد سكانها إلى 9 مليون، تأخذ ثاني أكسيد الكربون تخزنه في جذوعها وتطلق الأكسجين. لكن مشكلتنا الحقيقية، طبعا مجلس الوزراء الموقر أصدر قرار بمنع تحويل جنس الأراضي المصنفة كبساتين إلى أراضي سكنية. لكن أرجع وأقول إنفاذ القانون هو مهم، وبصراحة نحن نعاني من وجود جهات أي. بوجود تواطؤ لتجريف مثل هذه البساتين. يعني بستان بالليل احنا يذبون غاز على هذه النخلة تحرق، بعدين تأتي تأييد بأنه هذه الأرض ليس لها حصة مائية، ثم يأتي تهديد تأييد من دوائر فرعية بأنه هذه الأرض هي غير صالحة للزراعة، ثم تجرف هذه البساتين ثم توزع قطع أراضي. بالتأكيد أنا أقول بأنه إنفاذ القانون هو المهم، ليس مهما أن يكون لدينا غابة من التشريعات، المهم أن لدينا قدرة على إنفاذ هذا القانون. حسنت. اليوم موضوعة الأمن الغذائي، تعرف اليوم قبل أن نقفز على الأمن مع الولي، هذا كل شيء يهمني، هذا التواطؤ وهذا التقصير في أي زاوية من زوايا بغداد؟ الشمالية، الشرقية، الجنوبية. حضرتك تعرف جنابك الآن أكثر منطقة تتعرض إلى التجريف هي مناطق حزام بغداد اللي موجودة في مناطق الدورة، مناطق البعيثة، هذه المناطق اللي هي قريبة علينا. أنا كل يوم أفوت ولاقي بس جذوع أشجار خاوية وهي محروقة، جذوع. من حرق هذه البساتين؟ هنالك قوات ماسكة للأرض، وهناك دوائر بلدية ودوائر زراعية ودوائر للموارد المائية، صح؟ نعم. في أحكي لك عن نقطة مهمة. فضل. وصل إلينا خبر، إلي شخصيا، بأنه يحصل الآن تجريف في منطقة معينة في حزام بغداد، في هذه المناطق. نعم. أنا أرسلت لدينا دائرة التوعية والإعلام البيئي، أستاذ أمير حسون مدير عام الدائرة، أنا اتصلت به قلت له الآن يطلع فريق، طبعا احنا لدينا إذاعات متنقلة، يطلع فريق إعلامي زين لتصويرها، هذا واجبنا، رصد مثل هذه المخالفات، لأننا الجهة الرقابية بموجب القانون، ونحن المسؤولين عن الغطاء النباتي، نحن المسؤولين عن تشجيع ثقافة التشجير، لأننا الجهة نقطة الاتصال مع موضوعة التغيرات المناخية. شغلنا تمام. منع هذا الفريق من الدخول من قبل القوات الأمنية الماسكة، طب ونحن نرى بأن الأشجار تحرق أمامنا، ومنعهم حتى من التصوير، وكأنه هذا الموضوع، يعني أنا ما أعرف، يعني إحنا الآن نرصد مخالفة تتعلق بأداء عملنا، ومثل هذه الأمور طبعا تحصل كل يوم. أنا أسأل كيف تمكن المعنيين المستفيدين من تجريف مثل هذه الأراضي؟ كيف تمكنوا من توزيعها إلى أراضي سكنية؟ كيف تمكنوا من إدخال مواد البناء؟ سؤال، وهي أراضي زراعية وكانت متنفس لبغداد، بالإضافة إلى أنها سلة غذائية، هي ليست فقط أماكن خضراء، لكن تعرف هذه المناطق تحتها تزرع الفواكه والخضار، وأصبحت سلة، وهي من أفضل مناطق بغداد لأمن الغذاء لمدينة بغداد. جرفوها الجماعة دكتور. طبعا. وكذلك هنالك تجريف لمساحات خضراء في المناطق السكنية، وبنيت فيها عشوائيات، ويمكن أكو تقرير للأمم المتحدة تسمى اليو إن هابيتات، هي منظمة الأمم المتحدة للسكان للهابيتات، واحد من أهم تقاريرهم تحدث عن العشوائيات في العراق، صورة لسيارة نجدة وموجودين الأخوة المنتسبين موجودين، وبجانبها حنفية مسحوب المياه من هذه الحنفية إلى بناء بلوك وتشينكو بجانبهم، هذه صورة أخذت وهي صورة ذات معاني عميقة جدا، يتطلب بصراحة وقفة حازمة. أنا بقناعتي الأكيدة أنه يجب أن نفكر بطريقة جدية بإنفاذ القانون، ويجب تطبيق قانون حماية وتحسين البيئة. بالمناسبة قانون حماية وتحسين البيئة لوزارة البيئة هو من أفضل القوانين، لأنه قانون أقر عام 2009، قانون 27، فيه عقوبات جزائية تبدأ من الإنذار والغرامة والإحالة إلى القضاء. وبالمناسبة نحن حققنا تقدم في جانب مهم، وهو تشكيل الشرطة البيئية اللي ترافق الآن كوادرنا، لأن لطالما تعرضوا إلى اعتداءات المراقب البيئي، لكن اليوم معنا الشرطة البيئية وهي مرتبطة فنيا بنا. وبالمناسبة كذلك مجلس القضاء الأعلى مشكورا استجاب وعمل قاضي بيئي في كل محكمة، وهذا موضوع مهم جدا، لأنه أصبحت الجرائم البيئية جرائم ينظر بها القانون، بل محكمة العدل الدولية في لاهاي أصبحت الجرائم البيئية، جرائم اللي تؤثر على البيئة، من ضمن مهام هذه، من ضمن مهامها، يعني من ضمن مهامها الجرائم التي تلحق ضرر في البيئة، لأنه البيئة ليست وطنية،
وليست إقليمية تأثيراتها سواء كان تلوث أو اعتداء، وإنما تأثيراتها دولية تشمل الكوكب كله. تمام، شكرا جزيلا معاليك. دكتور العزاوي، ذكرت جنابك في لقاء مسبق أكثر من 400 مركز تجميل غير مجاز، وأغلب المراكز ما جاي نقدر نسدها لأنها مرتبطة بسياسيين متنفذين. فعلا ظاهرة المراكز التجميل زادت وبشكل كبير جدا جدا، وفي أماكن متنوعة ومختلفة في بغداد وغير بغداد. استرسل لي بهذا الجانب للرأي العام. أولا، هي مشكلة مراكز التجميل هي فعلا 40 ولا زادت؟ نقدر نقول فوضى التجميل. فوضى التجميل، نعم نعم، هي عبارة عن فوضى بكل معاني الكلمة. والمشكلة الأساسية أنه معظم هاي مراكز التجميل لا تدار من قبل طبيب، وإنما موجود بها إنسان يدعي نفسه خبير، وهذا من حقه أن يقول خبير، بس ضمن المواصفات المهنية لا يجوز أن يعمل في مركز تجميل إلا شخصين فقط، اللي هما طبيب الجلدية المتخصص وطبيب الجراحة التقويمية والتجميلية المتخصص، يعني طبيب ممارس فما فوق، المهم متخصص في هذا المجال. أما جهات أخرى وأكو أعداد من الأطباء عاملين في مكان معين وقد يكون متدربين أو ماخذين دورات، ولا يساعدون هاي الجهات المعينة اللي هي الأعلى اللي هم الاختصاص، يساعدون بعملهم. اللي لاحظناه بالحقيقة من خلال الدراسات، نعم، هاي نعم. الفقرة اللي حضرتك حكيتها هاي في منطقة واحدة من بغداد، واحدة فقط، نعم، وهاي نتيجة دراسة بيننا وبين قائم مقام المنطقة وبين الأمن الوطني، أحصينا منطقة معينة بها ما لا يقل عن 400 مركز غير مجاز. هاي منطقة واحدة؟ العدد ايش قد العدد الكلي جناب الدكتور؟ العدد الكلي الله، بس الله يعرف. بس الله يعرف. طبعا. هاي قوية بس، ونعمة بالله. نعمة بالله. بس لأن عندك شوارع ودرابين بها مراكز. أيه. نعم. وأكو محلات بها مراكز، وخلي أقول لك أكو مطور سكلات ديليفري أكو بها مراكز. يعني نقدر نخبر لنا واحد هسه يعدل الشيفون الخشب يطلع لنا حلوين وقدام الناس على البارد. لا جدي يا دكتور، جديات والله. دليفري دليفري تخابره يجي تخابره شنو؟ اي المشكله انه هاي الفوضى اللي صارت لها اسبابها، اسباب اجتماعيه، اسباب حكوميه، اسباب صحيه، نعم. اسباب فساد الى اجتماعيه آخره. ايضا المجتمع انخرط بشكل رهيب. أي. دكتور خلي اقول انه اللي يسوي تجميل أي. اليوم راح يصير مدمن تجميل على طول. بعد ما يقدر يكون وجهه ضمن الطبيعي، يحتاج انه كل كم شهر انه لابد وانه يزرق المواد الموجوده، لان اصلا هي المواد راح تسوي عندك ضمور بالكولاجين مال الوجه ويسبب لك مشاكل. اذا لابد انه هو يعني مسترق. عمليات تجميليه، عمليات توريطيه. توريطيه بالضبط، ادمان. والمشكله بها انه هي مربحه. مربحة، نعم مربحة، وقد يكون الإنسان اللي يسوي تجميل يصور نفسه صار جميل، بس هو بالحقيقة يعني من تباوع أنت رأسا راح تركز على نقاط التجميل اللي هو مسويها، بحيث أنه نور الوجه اللي كان موجود سابقا ينسي، وما راح يعبر لا عليك ولا علي، والناس كلهم متمرسين ويعرفون. فالمشكلة عندنا هنا بالتجميل بيها أشياء. أولا، إحنا إنشاء المؤسسات الصحية ومراكز التجميل ومراكز العمل الطبي هاي مناطة بالوزارة وبوزارة الصحة، وزارة الصحة هي اللي تنطي إجازة للمراكز، نعم، كمركز نقابة مسؤوليتها أنه تراقب العاملين بذلك المركز. إذا كان طبيب فمشكلة كبيرة على الطبيب، وإحنا راح نقتص من الطبيب لأن هذا عضو عندنا راح ندخله إلى لجان انضباط ونسبب له مشاكل. بس إذا ما كان طبيب شلون راح يكون طرف آخر ثالث أنا ما أقدر أتدخل به، أحيله إلمن إلى الجريمة المنظمة وأحيله إلى القضاء، وذاك الوقت هو جريمة منظمة والقضاء يشتغلون به. في بعض الأحيان قسم القطاع الطبي الخاص في وزارة الصحة ينطي ممارسة حق الممارسة لبعض الأطباء سواء كان من داخل العراق أو من خارج العراق خلافا للتعليمات. حق الممارسة الطبية حصرا هي في نقابة الأطباء، ونقابة الأطباء هي المسؤولة عن العمل في القطاع الخاص وليس أي جهة أخرى. وزارة الصحة مشكورة
حيث تفتيش المؤسسات الصحية غير الحكومية والقطاع الخاص لما يخص الرقابة الصحية. أكو متطلبات صحية الصحة العامة فهم يجون يفتشوها. من يصير هيك تداخل وتضارب، أما هي أسباب ليش وزارة الصحة فإذا هاي القضية يراد لها بحث كبير. لماذا وزارة الصحة تنطي؟ صارت بالحقيقة حكي وصل بهم الحد إلى أنه يقولون أنه لا تنطون أنتوا بعد حق الممارسة وخلونا دكتور احنا يعني على قلنا لهم احنا مستعدين نبرئ ذمتنا امام مجتمعنا ومستعدين نبرئ ذمتنا امام زملائنا ونقول انه احنا نافضين ايدينا لان هاي المسؤوليه كلها براس الوزاره. ايش قد بالميه تعمل خارج الضوابط؟ ذولا جماعه الدليفري للمطارات انه صاروا عد الخشمه 400 ما مجازين. اذا انت انا اقول لك اياها 80 الى 90% ما مجازين طبعا. أوف. وهاي هي خارج الضوابط. انت لما يكون شخص ما مجاز هو اهم شيء اول شيء اللي يجب ان يكون حامل شهاده طب، ثانيا حامل شهاده تخصص. هاي رساله الى الراي العام الى الساده الكرام اسمعوا فهاي الاشياء اللي موجوده واحنا نريد نتعاون مع الوزاره وبشكل كبير واحنا جهودنا احنا متطوعين ترى ناس متطوعين جايين نخدم سادين عياداتنا وجايين نخدم ترى مجاني كل شيء ماكو. فاحنا هذا الجهد الكبير اللي احنا نبذله موظفين وناخذ من تمويلنا من الاطباء تمام ناخذ من عندهم الاطباء في سبيل انه نساهم في بناء النظام الصحي العراقي. فنتمنى انه يكون التعاون على اعلى مستوى. شكرا جزيلا دكتور عزاوي. معالي الوزير خليني اسال جنابك عن اعاده الوزاره كحقيبه وزاريه لها مكانتها ولها دورها. يعني غالبيه الناس البسطاء حقيقه يقول لك احنا على ضوء هاي الفوضى احنا بعد ما نحتاج وزاره بيئه. يعني ابعادها او دمجها في وزاره الصحه واعادها كحقيبه وزاريه يعني لمستوا فرق في الصلاحيات في العمل في التخطيط في التنفيذ؟ ارتباطها بوزاره الصحه كان رق. كان اول رق كان أول مرة تسمع من عندي هاي الكلمة. نعم. وارتباطنا بوزارة الصحة كان جريمة. أوف. ترتقي إلى مستوى كبير من الكوائر. وزارة الصحة أنا أنتمي للجسم الطبي. لكن وزارة البيئة في كل العالم. طبعًا أستاذي يقول لي أنت هواي يعني هذا خطر هذا التصريح. لكن أنا أقول بأنه قرار دمج وزارة الصحة بوزارة البيئة كان كبيرة دستورية وقانونية. وبقينا على مدى سنوات بصراحة نقاتل حتى نبقى على قيد الحياة. حتى نبقى واقفين على أرجلنا، لأنه بصراحة التحديات اللي تواجه القطاع الصحي قد تحديات كبيرة وجدية. معالي وزير الصحة في كل مراحل دمج الوزارة الأولوية كانت لوزارة الصحة وهو حقيقة مسؤول عن وزارة الصحة، لكن عدم وجود اطلاع كافي على حجم التحديات البيئية وارتباط هذه التحديات البيئية بالقطاع الصحي ومعاناتنا من أن القطاع الصحي هو في نفسه ملوث للبيئة. كيف يمكن أن يستوي الرقيب مع الملوث؟ كيف يمكن أن أمارس دوري كرقيب على جهة وأنا مرتبط بهذه الجهة؟ ولذا حقيقة حاولنا بكل ما نملك من جهد إيجاد مقاربة، إيجاد آلية للتوازن، محاولة انتزاع بعض الصلاحيات حتى يبقى القطاع الطبي القطاع البيئي يجب أن يكون مستقل. كل قطاع رقابي مثل ما نقابة الأطباء الآن تراقب أداء منتسبيها وتحاول أن تقوم وترشد النظام الصحي، كذلك القطاع البيئي هو مسؤول عن هذه البيئة بكل ما تحتوي، مسؤول عن الإنسان ومحيطه، ماء، هواء، تربة، وبيئة حضرية وبيئة ريفية. إذن التحديات الكبيرة اللي كنا نعانيها كان التحدي الأكبر بالنسبة إلي كطبيب وكموظف في وزارة البيئة أنه كيف أقنع أصحاب القرار بأن القطاع البيئي هو قطاع بأهمية القطاع الصحي. ويمكن أن أقول لك في أحد الحقب الوزارية أنا الوكيل الفني لهذه الوزارة، أنا مسؤول عن رسم سياسة فنية لهذه الوزارة، مسؤول عن تطبيق الاتفاقيات الدولية، مسؤول عن تنفيذ التزامات الحكومة العراقية أمام المجتمع الدولي. أنا كنت أنتظر المداولة مع معالي الوزير لمدة 4 أشهر لأنه ليس لديه وقت. فتخيل لا عندي صلاحيات أنا أتحرك، وكنت في بعض الأحيان بأمانة أنا أتصرف من عندي لأنه أكو أمور حاكمة. طبعا أنا أعلم معالي الوزير يمكن أستعمل واتساب، لكن بصراحة كانت فترات ارتباطنا بوزارة الصحة فترات صعبة جدا، عانى القطاع البيئي منها كثيرا لأنه التحديات تضاعف، حجم التلوث البيئي يزداد،
والتزاماتنا الدولية خصوصا في ظل إقرار العالم اتفاق باريس للتغيرات المناخية وضرورة عدم الاعتماد على الوقود الأحفوري، ونحن بلد منتج للنفط، ضرورة تقليل الانبعاثات، ضرورة تشجيع القطاعات المنتجة، ضرورة تطبيق الطاقات المتجددة، تحديات كبيرة جدا. يمكن حضرتك أنت الآن من أتكلمها تقول دكتور جاسم يعني لابس قاطة ورباطة ويحكي بكيفه، لا لا، احنا جزء من هذه المعاناة. ولذلك أنا أعتقد بأنه أعظم ما تحقق في هذه الحكومة هو فصل وزارة الصحة عن وزارة البيئة عن وزارة الصحة. فرحت بفكها؟ أنا؟ أي جدا فرحت. كان عيد حقيقي، لم أفرح منذ أن فقدت ابنتي. وأنا في كل يوم أتقدم بالامتنان لدولة السيد رئيس الوزراء ولمجلس الوزراء الموقر وللجنة الصحة والبيئة في البرلمان ولكل من ساندنا، لأن بصراحة كانت قضية حق وقضية إظهار وجه حضاري لهذا العراق أمام المجتمع الدولي. ليس من المعقول أن أتقدم بغلق مستشفى أنا جزء من عنده وهو يلوث، وبالتأكيد تعرف حضرتك حجم التلوث البيئي. أنا أتكلم بكل وضوح، أنا لا أريد أن أعطي صورة سوداوية، لا، حققنا تقدم كبير. مؤشر الأداء البيئي في العالم يشمل كل قطاعات الحياة، حق الإنسان بالحياة، الهواء، التلوث، الماء، التربة، الغطاء النباتي، الصناعة، الكهرباء، الإدارة المالية. نحن كنا في آخر قائمة عام 2014، نهاية شهر 12/2014 كان تسلسل العراق في مؤشر الأداء البيئي العالمي، وهو مؤشر تصدر جامعة ييل في الولايات المتحدة الأمريكية، وهي جامعة مستقلة لا تخضع لأي تأثير حكومي، مجساتها منظمات مجتمع مدني، مراكز بحوث، جامعات. كان تسلسلنا 186 في أسفل القائمة، الآن تسلسلنا 90. أها. نعم تقدمنا كثيرا، نعم بالتأكيد الآن احنا الأفضل. يعني أقصد لا تعتقد 186 زين، لا لا، هاي مو زين، احنا مو أسفل القائمة الآن، الحمد لله حققنا. هسه تقولي دكتور أنا ما قاعد أحس. نعم أنا معك، لكن احنا اليوم فصلنا وزارة البيئة، اليوم أقرينا خطة استراتيجية لهذا البلد في مواجهة تأثير التغيرات المناخية لمدة 10 سنوات، وهي سياسة عليا البلد أقرها، عملنا عليها 4 سنوات مع الأمم المتحدة UNDP وأقرها مجلس الوزراء الموقر. سمي العراق لأول مرة مبعوث خاص للمناخ، أنا أتشرف بأنه مجلس الوزراء دولة رئيس الوزراء سماني مبعوث للمناخ، والآن أصبح لدينا عمل ممتاز وجدي مع منظمات المجتمع المدني الدولي لتخفيف أعباء التلوث في ظل عدم وجود إمكانيات مالية كافية لدعم وزارة البيئة. إيش قد نسبة التلوث البيئي حقيقة في الصحة؟ أرقام بعجالة لأن عندنا وقت. على عرش، يتصدر عرش التلوث البيئي، طبعا أنا أعتقد بأنه إحنا لدينا أولويات الماء والهواء والتربة. أنا الآن في مشكلة حقيقية تصادفنا، هي قلة إيراداتنا المائية مع ثبات نسبة التلوث في حدود أمانة بغداد، أكثر من 1,000,000 متر مكعب يوميا، في مجمل العراق حوالي 4,000,000 متر مكعب تتربع عليها الدوائر البلدية وأمانة بغداد، ثم تأتي بغداد في حدود وزارة الصحة. التلوث الذي ينتج من المستشفيات مباشرة يصرف بدون معالجة، أقصد السائلة، هي بحدود 8,000 متر مكعب. لكن يجب أن تفرق ما بين التلوث الكمي والتلوث النوعي. التلوث النوعي هو أكثر خطر في بعض الأحيان، اللي هو لأنه أساسا اللي هو التلوث الناتج عن المؤسسات الصحية، لأنه يحمل مخلفات فيها بكتيريا وفيروس، في بعض الأحيان يعرف الدكتور بأنها مقاومة حتى المضادات الحيوية. أنا لا أتكلم ولا أستهدف قطاع، وإنما أقول بأنه دعم القطاع البيئي هو واحد من أهم الأسباب التي تعمل على تطبيق أهداف التنمية المستدامة، اللي هي مكافحة الفقر، القضاء على الجوع، حق الإنسان في مياه صالحة، حق الإنسان بالصحة، بيئة نقية. بالمناسبة موضوعة البيئة واردة في الدستور، حق الإنسان في بيئة سليمة خالية من أي شوائب وتلوث. إيش قد موازنتكم؟ يمكن حضرتك تضحك إذا أقول لك، يمكن لا لا، موازنتنا كوزارة بيئة هي أقل من موازنة أحد المستشفيات في أقضية العراق، وعدد موظفينا إذا وزعتهم على كل العراق لا يكفي أن يكونون في استعلامات الوزارات. إحنا وزارة رشيقة وميزانيتها أقل من ميزانية مستشفى، ومع هذا دمجونا. أنت تدمج لما يكون عندك ترهل وظيفي، لما يكون عندك كذا. كل موظفي وزارة البيئة لا تجاوز 2500 في كل العراق، نؤدي مهام كبيرة جدا موزعين في 15 محافظة. تحتاجون كوادر، تحتاجون كوادر. نحتاج. اللي خلانا واقفين على أرجلنا هو الدعم الدولي، بناء قدرات كوادرنا، منظمات. ولذلك ما فرحت أبدا بعد وفاة المرحومة إلا في فصل الوزارة كحقيبة. نعم كان عيد حقيقي بالنسبة إلي، لأنه كان تحدي شخصي بالنسبة إلي. بعدك فرحان؟ الحمد لله إن شاء الله، وعندي أمل كبير ومتفائل إن شاء الله.
الله يوفقك. شكرا. ويقوي قلبك دكتور. تسلم احمد حبيب الله يحفظك ويرحمك. انت عزيز علي ولي هون دكتور العزاوي المحترم ايضا عزيز والله. انا كذلك. اعانك الله. شكرا الله يحفظك، ممنون بوجودكم. شكرا. دكتور العزاوي عيني، سولف لنا على الايدي العامله الاجنبيه، الاطباء الاجانب حقيقه ما نحدد الجنسيات، لكن هناك بلاوي سوداء كارثيه، اللي مسوي عين، اللي مسوي خشمه، اللي مسوي هذا، اللي مسوي نوب شفط، يعني من يتحمل مسؤولية مجيء يعني كمية الأطباء الأجانب؟ أكو ضابط قانوني، أكو ضابط أيضا غير قانوني، معلوماتك بهذا الجانب؟ يعني هو بالحقيقة يتحمل مسؤولية اللي من طاهم الرخصة أنه يدخلون إلى العراق ويحصلون على فيزة عمل. نعم. من هو هذا؟ هذا يراد البحث عنها، وأكيد هي المشكلة في وزارة الصحة، لأن فيزة عمل في القطاع الصحي تصدر من جهتين فقط. نعم. نقابة الأطباء للقطاع الصحي الخاص ووزارة الصحة للقطاع الطبي العام. فاللي يجي بالحقيقة يشتغل في وزارة الصحة، نعم، بالتأكيد يتهرب بالليل أو العصر أو تالي الليل، يتهرب إلى القطاع الخاص ويشتغل به. وهسه جرأوا بعض الجهات في القطاع الطبي الخاص أنه ينطي إجازة للعمل في القطاع الطبي الخاص من جانبه، لأن هو يقول لك أنه أنا عندي مادتين، قانون الاستثمار بالمناسبة الفصل وزارة البيئة عن وزارة الصحة جت في فقرة صغيرة في نهاية قانون الضمان الصحي، أدخلناها في فقرة. الشخص الذكي اللي يقدر أن يحشر هاي العبارة بحيث حتى ما تأثر على الناس اللي هم المتصدين إلى عملية الفصل، فقدر أن يدخلها في فقرة في نهاية قانون. تمام. وهاي إحنا بقتها بالحقيقة ما شفناها، قلنا هذا الإنسان اللي مأثر عليهم بحيث يدخلون هذا، يراد أنه إحنا نشوفه شلون قدر أنه يفكر بإدخالها. وطبعاً هو الفخر للرجل الجالس إلى جانبي. نعم. فأكو هذا قانون تأسيس المؤسسات الصحية. تمام. غير الحكومية الاتحادية كبرى، هذا صدر عام 2015. يقول لك أنه المؤسسات الصحية بالثغرة الأولى، كان القانون السابق اللي هو قانون 1984، يقول لك 4 أطباء من أصحاب الاختصاص اللي عندهم خدمة لا تقل عن 15 سنة ومستعدين أن يتركون العمل الحكومي أو هم متقاعدين، يتفقون ويسوون الشركة ويفتحون مستشفى. ذولا راح يشغلون المستشفى الثانيين، لأن هم أطباء راح يعرفون ما هو موجود في داخل هاي المستشفى وما يحتاجوه، لذلك وعدهم طلابهم وعدهم زملائهم الآخرين يشتغلون وياهم. اللي صار هذا القانون، مع القانون الطويل الاسم تأسيس المؤسسات الصحية غير الحكومية الاتحادية، في غفلة من الزمن بغياب النقابة، النقابة كانت مجمدة بذاك الوقت، صدروا هذا القانون، شالوا هاي الفقرة من حق أي واحد أنه يجي يعني يفتح مستشفى، بما معناه مثل ما تنطي قطعة أرض لواحد غير فلاح. تمام. أو تنطي محل نجارة لواحد غير نجار. تمام. فهاي النقطة بها نقطتين أخرى حبيت أنه أقولها. النقطة الثانية اللي بيها اللي هو هذا من حق وزارة الصحة أنه تنطي حق التأسيس، وحق التأسيس فقط ما قاعدين حق الممارسة. النقطة الثانية أكون مادة 12 بيها تقول أنه للمستشفى الأهلي حق أنه يستخدم 60% من الأطباء من الأجانب للمستشفى، بس هاي إلها شروطها وإلها تعليماتها. تمام. شروطها وين موجودة؟ ما موجودة بهذا القانون، أما موجودة بالقوانين الأخرى، واحدة من عندهم قانون نقابة الأطباء. واضح. قانون نقابة الأطباء المادة 4 يقول لك حتى يكون الإنسان عضو في نقابة الأطباء ويشتغل، إذا كان أجنبي عليها أنه يحصل شهادة معادلة، أن يكون اختصاص، أن تكون دولته تعامل بالمثل معانا. تمام. وأن يكون هو حسن السيرة والسلوك. تمام. وما عنده محكومية في بلده. جيد. فأكو هاي الأمور بالحقيقة كلها بغض النظر عليها يشتغلون مجموعة من الأشخاص، بالإضافة إلى حكينا على الدليفري، على التهريب من الاطباء. ايه. يجي واحد سياحه ويتشلب. هاي شنو؟ طبعا. يجي واحد مثلا يدعي اي شيء، او هو مثلا عنده مقاوله ويتشلب، مو طبيب. ايه؟ ويروح يزرق يشتغل مو طبيب. تمام. وصارت عندنا احد المستشفيات الاهليه بالحقيقه قبل اسبوع شفت المستشفى قال هاي اذني بعد اذا اجيب واحد، لان سوى العمليه وسافر واهله اجوا واختصوا من عندي $100,000 فصل اخذوه.
فصلها. اي طبعا بالدولار طبعا، لان لزموه من ايده تعال جبت هذا الشخص اللي اشتغل عندك مين. إيه؟ بعجالة عندي سؤال يعني غير مطروق سابقا دكتور. هسه بس انا اتعلق على موضوع مهم فيما يتعلق بالقلب. طبعا انا جزء من النظام الطبي، يعني طبيب يعني. هو نقيبي دكتور جاسم. نعم سلمك. وبصراحه انا اشيد بمعالي الدكتور هاني، هو اخ وزميلي وخير من ادار الوزاره. مشكلتنا حقيقه احنا كبيئه في النظام الصحي هو شغلتين، المخلفات الطبيه وهي مشكله كبيره قد تكون نوعيتها ذات تاثير كبير وخطر على البيئه، خصوصا ونحن في ظل كورونا. يعني النفايات الطبيه خصوصا الصلبه هي واحده من اهم اسباب زياده معدل انتشار الوباء، هذا واحده طبعا بالمؤسسات الخاصه والحكوميه، لانه ايضا حقهم ما عندهم امكانيات ماليه للتعاون، لان هذه يجب ان تتعامل معها كمخلفات كيميائيه خطره تطمر بطريقه وعندنا مشاكل مع العلوم. النقطه الاخرى، التلوث هو ليس فقط تلوث الهواء والماء والتربه، هنالك التلوث السمعي. تعرف انت بغداد من اكثر المدن ضجيجه، لدينا الان محطات التلوث السمعي. نعم نعم. لكن انا بصراحه اتكلم الان مع زميلي دكتور جاسم، واتمنى ان شاء الله ان يحظى هذا برعايته، هو التلوث البصري. هذه البنايات اللي في بغداد اللي حقيقه تحولت الى بنايات مسخ بالاف من القطع، القطع العلامه الدلاله على الاطباء، اللي بصراحه انا أيوة. في بعض القطع انا اشوف طبيب عنده كل الاختصاصات، ويعني اصبح تداخل. انا اتمنى مثل ما موجود في العالم، طبعا في كل دول العالم البلديه تاخذ هاي القارمة العلامه الداله بالسنتيم، يدفع يروح يدفع فلوس على كل سنتيم. في كل بنايه في الرصيف على جانب الرصيف هنالك لوحه كبيره من الاسمنت، الطابق الاول يحطون اسماء الاطباء، الطابق الثاني هذه هي لوحه الدلاله، تنظيم سمبل بسيط. نعم. تنظيم لوحات الدلاله للاطباء مع التخصص الصحيح. هذا يعتبر تلوث، هذا تلوث بصري طبعا بالتاكيد. يعني تشوف البنايه طرازها المعماري، تعرف دكتور بغداد. مقترح لطيف دكتور عزاوي. ايوه اتمنى. والله كلام جميل حقيقه، لان نعم. اولا احسنت مع الوزير، يزعج الاخرين، وثانيا يبهذل حتى البحث عن أيوة والله. طبيب معين، وثالثا يشوش فكر المريض. واحد لما يجي واحد حل وشد. هاي بالحقيقه هي بالنقابه بالسلوك المهني، احنا عندنا دستور السلوك المهني، بس احب ان اقول احنا بدنا نحاول ان نطبقها وان نمشي مثل ما تفضل. ممتاز. معالي الوزير ممتاز. بس هي المشكله غياب النقابه عن الساحه لمده 17 سنة كانت مجمدة إلى أن رجعت عام 2017. تمام. إذا إحنا عمرنا هسه 4 سنوات النقابة. تمام. وبالتعاون مع كل الزملاء الآخرين مع وزارة الصحة، إحنا عندنا وزير حالي هو ابن النقابة. صحيح. هو نعم. رجل حريص على صحيح. النقابة. الدكتور هاني يتعامل نعم. ويانا تعامل جيد من جدا. من أفضل الناس حقيقة. وحقيقة فكر نقابي، لذلك أي كتاب يقولهم وين أريد اشوف ممثل النقابه وين هو، هاي نحتز بها. بس نتمنى انه اكو قسم من الزملاء اللي هم موجودين يلتفون بشكل. تحياتنا طبعا لكم وللدكتور هاني طبعا العقابي. دكتور جاسم، انت ذكرت انه اكو تلوث يعني الهواء والماء والتربه. جنابك تعرف احنا دخلنا في حرب مع داعش، فكانت عمليات الجثث في الانهار والكذا، وإلى الآن أكو جثث تحت الأنقاض في أيمن الموصل وحتى من غير الأيمن. تحركتوا عليها دكتور؟ عندكم معلومات؟ الجثث تلوث المياه أيضا لفترة زمنية؟ تفضل. حضرتك تعرف بأنه تنظيم داعش الإرهابي وتنظيم بربري يعني استهدف كل شيء بالحياة، كل شيء، أي مظهر من مظاهر الحياة استهدف، يعني استهدف الإنسان، استهدف بيئة الإنسان، استهدف نعم. البنى التحتية، استهدف كل شيء، كل شيء حياته واستهدفه، لأنه هم أساساً هذا التنظيم هو ضد الحياة. نعم، تدمير كبير. وأنا بصراحة أنا أود أشير إلى أنه واحد من أمضل أسلحة لتنظيم داعش الإرهابي هو العبوات الناسفة والأرغام. هذا يمكن تعرفون حضراتكم الآن لدينا مشكلة حقيقية، نحن البلد الأول بالعالم للتلوث بالألغام والعبوات الناسفة والمخلفات الحربية لحد الآن. 8 سنوات مع الحرب مع إيران. نعم بالتأكيد الأول عالميا. نعم. نعم. وهذا يعيق عملية التنمية المستدامة، يعيق الاستثمار، كيف يمكن أن تستثمر؟ وهذا يتطلب إمكانيات عالية جدا حقيقة. نحن اليوم برنامج شؤون الألغام في العراق يرأس الرئيس الأعلى السيد القائد العام للقوات المسلحة، أنا رئيس هذا البرنامج، نبذل جهد كبير في محورين. لدينا مشكلتين، المشكلة الأولى هو الضحايا، كيف يمكن أن نساعد ضحايا الألغام والعبوات الناسفة وأكثرهم مبتورين نعم. أو فاقدي أطراف تمام. وكيف يمكن أن نؤهلهم نفسيا وجسديا عن طريق أطراف صناعية وعن طريق تأهيلهم نفسيا، إدماجهم بالمجتمع، استعادة حياتهم. والمحور الآخر هو الإزالة،
وهذه الإزالة طبعاً إحنا لدينا جهد كبير، لدينا شركات متخصصة بمجال الألغام، منظمات متخصصة بمجال الألغام وطنية وعالمية، وبرنامج شؤون الألغام يرعى منظمة الأمم المتحدة للألغام اللي هي الأنماس. فيما يتعلق بالدبرس أو الأنقاض، الساحل الأيمن بالموصل وحده فيه 13 مليون طن، يعني أكثر بحوالي 5-6 مرات بمساحة برج إيفل مثلاً، أو حوالي 4 مرات بقد الإهرامات. 13 مليون طن أنقاض. أنقاض. هذه الأنقاض تحتوي عبوات ناسفة، نعم. تحتوي مخلفات حربية، تحتوي نعم جثث، تحت في تقرير للدفاع المدني، لأنه بصراحة تنظيم داعش الإرهابي استهدف هذه المناطق وهي سكان الموصل القديمة. سكان الموصل القديمة أزقة ضيقة مع وجود سراديب، وتعرف أنت في موجودة عوائل وموجودة سكان، قسم كبير من أجلهم حقيقة دفنوا. نعم إحنا عندنا تعاون كبير مع منظمات الأمم المتحدة، مع الدفاع المدني، وفي في بعض الأحيان حقيقة نحن نكتشف وجود مخلفات حربية مع وجود بقايا بشرية، المخلف أو الجثث اللي إلى الآن بالنهر طبعاً هي. نعم. ولو ما يعني طبعاً جثث بالنسبة على لك حضرتك، بالنسبة للنهر تعرف الأنهار تنظف نفسها. نعم. الأنهار هو موجود سبونتينيوس كليرنس. نعم. إذا في إيرادات مائية الأنهار تنظف نفسها. أفضل وزير للصحة، أريد اسم واحد فقط، خيارات وصلنا حتى ننهي البرنامج. طبعا بصراحة أنا يعني كلهم زملاء وأستاذ، لكن أنا أعتز بأستاذي ومعلمي الأستاذ الدكتور علاء الدين العلوان. من يستحق المحاكمة دكتور؟ شخصية واحدة بغض النظر إذا كان وزير أو شخصية سياسية أو كذا، شخصية تستحق أن تقدم للمحاكمة؟ كل شخص أساء للعراق. كل شخص لا، واحد اسم. لا أستطيع. لا تستطيع. أفضل وزير دكتور؟ والله أني أتفق مع زميلي العزيز دكتور علاء العلوان أستاذنا، وأنا من الناس اللي مدرسني هو، وعلاقتي به كلش قوية، إنسان متفهم وعنده فكر، قد يكون أقدر أقول أنه إجا في وقت غير مناسب. يعني هو ليش انسحب؟ هو إجا في وقت غير مناسب. يعني هو كان ممكن رجل صاحب فكر استراتيجي بالتخطيط وعنده القدرة على الوزارة. خسرته؟ خسرته. هو بالحقيقة ضمن هاي الفترة هو مثل أنت تأصل تقول لا أطلع، فطلعته كانت مناسبة. بس أنا أقول شيء، تفضل. أعان الله كل من أدار وزارة الصحة. نعم. أعان الله بصدق، يعني بيقين. لا أجامل، ولا كلهم أهم أساتذتي وزملائي. وزير ظلم دكتور، ظلم وحورب. على الدين الألوان. إيش طلعت بعيدا على علاء، غيره هو. شوف بصراحة إن لم تكن جزء من الجسم الطبي لا تستطيع أن تتفهم مشاكله وتحدياته. أنا أعتقد بأنه أغلب وزراء الصحة اللي تولوا التسنم من المهمة هم ظلموا بشكل أو بآخر، خصوصا بالاتهامات الجاهزة، ما لم تعرف حجم التحدي وطبيعة. نحن كلنا متهمون، حضرتك تعرف ما في أحد الآن ما متهم، لكن بصراحة أنا أدعو لأن يكون هنالك موضوعية في الاتهام. يعني كنا نتعرض إلى اتهامات هنا وهناك، وتعرف وأنا أعطي الحق للمواطن لأنه يطلب منا ما دام إحنا تصدرنا، واضح يطلب منا إنجاز. نعم. لكن بصراحة ما كل ما يعرف يقال. أحسنت دكتور عزاوي، أكثر وزير ظلم في الصحة عاد العلوان. رياض إبراهيم الحاج حسين. ليش؟ هذا أعدم قبل. أعدم بالوقت اللي هو نقولها وأمام زميلي أفضل وزير صحة في تاريخ العراق. شكرا جزيلا دكتور جاسم العزاوي نقيب الأطباء العراقيين. دكتور رياض حتى يعني لا. شكرا جزيلا. دكتور جاسم الفلاحي. طبعا دكتور هاني كل صديقي يعني حتى أنت لا تخلينا. شكرا جزيلا لوجودكم معنا. شكرا لكرم طبعا الحوار والوجود والتواصل، ولنا لقاءات أخرى بإذن الله تعالى. شكرا لكرم الإصغاء والمتابعة سادتي. شكرا جزيلا دكتور جاسم، بارك الله فيك. السلام عليكم وبرعاية الله. شكرا جزيلا دكتور.